الكرام في نشرة الثامنة والنصف من الموريتانية والبداية بأبرز العناوين. بلدية دار النعيم تحتضن الانطلاقة للمرحلة الثانية من الفضاءات الثقافية المفتوحة للموسم الحالي. القوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية تواصل تقدمها في سرد انتزاع مزيد من أحياء المدينة من قبضة تنظيم داعش. وفي ملف النشرة لهذه الليلة تتابعون شاطئ الصيادين، سوق مفتوح وثروة تتجدد. مرحبا بكم في هذه النشرة، ونبدأها ببريد رئيس الجمهورية، حيث وجه رئيس الجمهورية سيد محمد بن عبد العزيز برقية تهنئة إلى السيد دانيس سونغيسو رئيس جمهورية الكونغو الشقيقة بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وقد أكد رئيس الجمهورية عزم بلادنا القوية على العمل من أجل أن تنمو وتتعزز باطراد علاقات التعاون التي تجمع بين البلدين الشقيقين. وفي برقية مماثلة أن رئيس الجمهورية سيد محمد بن عبد العزيز رئيسة جمهورية كوريا الجنوبية سيدة بارك كون هي بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني. وقد أكد رئيس الجمهورية حرص بلادنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين خدمة لمصالح الشعبين الصديقين. أطلقت وزارة الثقافة والصناعة التقليدية بالتعاون مع بلدية دار النعيم ليلة البارحة المرحلة الثانية من الفضاءات الثقافية المفتوحة للموسم الحالي. وقد اعتمد قطاع الثقافة سبيلا لإنجاح هذا الموسم منهج التشارك مع المواطنين والفاعلين الجمعويين. المرحلة الثانية من الفعاليات الثقافية الصيفية التي تنظمها وزارة الثقافة والصناعة التقليدية انطلقت من مقاطعة دار النعيم. هذه الفضاءات المفتوحة هي متنفس الهواة والمبدعين وجمهور المقاطعة الذي حج إليها بحثاً عن المتعة والاستفادة. في هذا السياق يتنزل إنشاء هذه الفضاءات الثقافية التي نتشرف اليوم معكم بافتتاح الفضاء الثاني منها في ولاية نواكشوط الشمالية بمقاطعة دار النعيم، بعد افتتاح الفضاءات رسمياً في مقاطعة الرياض من طرف معالي وزير الثقافة والصناعة التقليدية الجمعة الماضية بالولاية الجنوبية. ويأتي خلق هذه الفضاءات الثقافية بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز بغية تقريب الثقافة من المواطن وجعلها في خدمته ملتزمة بقضاياه وهمومه. السلام والحب والجمال قيم أصيلة لن تجرفها تيارات العولمة ولن تقضي عليها مشاغل الحياة، فبالموسيقى تعزف ألحان الوحدة والأخوة والتضامن، وبالشعر والأدب والفلكلور تنسج خيوط العلاقات الإنسانية في أبهى صورها كنموذج للتعايش والاندماج والابتكار. كانت هذه الأيام من أهم ما هو موجود بالنسبة لساكنة دار النعيم، لأن هذه الساكنة تحتاج كمثلها إلى الثقافة، تحتاج كمثلها إلى التكوين، تحتاج كمثلها إلى نفض الغبار عن هذا الثمن الغالي ألا وهو مواطن دار النعيم بكل مكوناته الوطنية. هذا الثمن الغالي الذي يتمثل في ثروتنا الوطنية والتي هي من أغلى ثرواتنا، هذا التعدد العرقي النادر في المجتمعات العالمية. هي تجربة محلية في استنطاق مكامن القوة والتنوع لثقافتنا من أجل اجتثاث الأفكار السلبية واستنباط معاني التواصل، وذلك لخلق جيل قادر على مواجهة تحديات التنمية انطلاقا من قيمه وموروثه. ويشمل برنامج هذه التظاهرة إلقاءات شعرية فصيحة وشعبية باللهجات الوطنية ووصلات غنائية ومدائح دينية، إضافة إلى رقصات فلكلورية متنوعة تؤديها فرق فنية. إلى خبر رياضي ضمن هذه النشرة، حيث أنهى نادي الوئام لكرة اليد بطل الدوري الوطني للعبة استعداداته لتمثيل بلادنا في منافسات بطولة الأندية العربية بطلة الدور التي ستقام بمدينة وجدة المغربية خلال الفترة ما بين 19 و29 من الشهر المقبل. و...
معسكر تدريبي مغلق يدخل شهره الثاني ومراحله النهائية بدار الشباب الجديدة، وذلك ضمن التحضيرات التي يجريها نادي الوئام بطل الدوري الوطني لكرة اليد استعدادا لتمثيل موريتانيا في منافسات بطولة الأمير فيصل الخاصة بالأندية العربية بطلة الدوري. طالبين الجميع وقوف مع فريق المناع كرة اليد مساندته، لأنه أول مرة لتدم مشاركة فريق كرة اليد لمستوى الأندية. نادي الوئام تمكن خلال مبارياته الودية التحضيرية من تحقيق الفوز على عناصر المنتخب الوطني للشباب أقل من 20 سنة التي تستعد للمشاركة في البطولة الإفريقية لكرة اليد على مستوى المنطقة الثانية في 9 من الشهر المقبل بالعاصمة المالية باماكو. من هي قلب الشامبيونا وظلت تمثل موريتانيا شهر المغرب إن شاء الله في لاكوب دارب اللي يخلق في الوجدة في المغرب إن شاء الله. البطولة العربية للأندية بطلة الدوري ستستضيفها مدينة وجدة المغربية خلال الفترة ما بين 19 و29 من الشهر المقبل. وزعت هيئة الإغاثة الإسلامية في موريتانيا كميات من المواد الغذائية على عدد من الأسر المحتاجة في ولاية تلالسا، ويأتي توزيع هذه الكميات من المواد الغذائية الأساسية في إطار التعاون بين بلادنا وهذه الهيئة لترقية الظروف المعيشية للأسر الأقل دخلا في البلاد. تطلع المرأة الريفية بأدوار تنموية هامة، حيث تساهم من خلال عملها في مجالات اقتصادية متنوعة في إنعاش الحركة الاقتصادية لمحيطها القروي. التقرير التالي يسلط الضوء على عطاءات المرأة في مركز بولنوار الإداري الذي يقع 80 كيلومترا جنوب واليبو. تلعب المرأة في مركز بولنوار الإداري دورا محوريا في عملية التنمية، وتتواجد في العديد من القطاعات الحيوية كالزراعة، حيث تشرف بعض النساء على تسيير عدة واحات من النخيل تساهم في تحسين ظروفهن المعيشية وتوفير فرص عمل لسكان المحليين. مشاريع النخل ياسر يتألف من قد كذاش من نخلة قاعمل النخل إن شاء الله اللي ينتج وعايشين منه ونبيعوا منه ونعطوا منه ونأكلوا سنات ولا قط نتعم. قالنا المال ياسر ونبقي الدفاء الدفاء الشبايك الماء علينا قل علينا وعلنا الدفاء ما هو عندنا وعلنا افترنا إليه افترنا والدعم ما قطرينا منه شيء. مجال آخر تدخله المرأة في بولنوار من بابه الواسع يتعلق بالصناعة التقليدية بشتى أصنافها، إبداعات ومهارات استطاعت أنامل نساء بولنوار أن تحققها في ظل تراجع تسويق المنتوج وغياب الدعم والتكوين. نعدروا الخيام ونعدروا أبواطي ونعدروا الكفي ونعدروا ذو الحمامير ونعدروا ذوك مقعدات القدحات ونعدروا ذوك الحصائر. التكتل يشتغل وفي الميدان وأحواله كاملة لباس بها، لكن تسمعته هذو من ذا اللي ندعمنا وهذو الخيام معدلين هم من شغلتنا هم وهذو الهوايش الآخرين سابق ذاك كنا ضعيف عملنا. تؤكد المرأة في بلدية بولنوار قدرتها على تحمل المسؤولية والمشاركة الفعالة في التنمية المحلية، وتتطلع إلى مستقبل أفضل يفتح لها المجال للولوج إلى مجالات اقتصادية أخرى. دوليا تواصل قوات البنيان المرصوص الموالية لحكومة الوفاق الليبية تقدمها في سرج انتزاع مزيد من أحياء المدينة من قبضة تنظيم داعش، وكانت قوات البنيان المرصوص قد أعلنت أمس سيطرتها على مبنى الإذاعة الذي جعله التنظيم مركزا إعلاميا له. تستعد قوات البنيان المرصوص التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية لإطلاق عملية عسكرية جديدة تهدف من خلالها إلى السيطرة على مواقع يتمركز فيها مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية في وسط السرت وشمالها، وذلك بحسب ما أفادت به مصادر عسكرية ليبية لوكالات الأنباء الدولية. في هذه الأثناء تشهد جبهات القتال في سرت لليوم الثالث على التوالي هدوءا حذرا عقب اشتباكات تمكنت فيها قوات البنيان المرصوص من السيطرة على مساحات واسعة من مدينة سرت كانت تحت قبضة تنظيم الدولة الإسلامية. قوات البنيان المرصوص كانت قد أعلنت السبت الماضي سيطرتها على مبنى الإذاعة في مدينة سرت الذي حوله تنظيم الدولة الإسلامية إلى مركز إعلامي تابع له، ذلك تزامنا مع بدء التقدم نحو الحي السكني رقم 2
الذي يعتبر حاليا أحد أهم معاقل التنظيم في المنطقة. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن أحد قادة قوات عملية البنيان المرصوص قوله إن الاشتباكات تدور بشكل متقطع منذ يوم الجمعة الماضي تزامنا مع ترتيب صفوف قوات البنيان المرصوص لإطلاق آخر معاركها ضد مقاتلي التنظيم في مدينة سرت الليبية. يذكر أن عملية البنيان المرصوص بدأت أواخر مايو أيار الماضي لتحرير مدينة سرت من تنظيم الدولة بمشاركة 4000 من المقاتلين يتصدرهم مقاتلون من مدينة مصراتة، وقتل منهم حتى الآن بحسب إحصائيات غير دقيقة أكثر من 300 عنصر. في العراق استعادت قوات البشمركة الكردية 9 قرى جنوب الموصل من قبضة تنظيم داعش خلال هجوم شنته فجر اليوم وسط غطاء جوي من قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. وتطوق القوات الكردية والقوات الحكومية العراقية مدينة الموصل وهي ثاني أكبر مدينة في العراق بعد العاصمة بغداد استعدادا لاستعادتها من قبضة التنظيم الذي استولى عليها في يونيو عام 2014. أعلنت الشرطة السويسرية اليوم أنها لم ترصد حتى الآن أي مؤشرات تدل على أن الهجوم الذي نفذه رجل مسلح بسكين في قطار للركاب وأدى إلى مقتل شخصين وجرح 6 أشخاص عمل إرهابي. وتحقق الشرطة في دوافع الشاب الذي أضرم النار في عربة قطار قبل أن يقوم بطعن 6 أشخاص بينهم طفل في 6 سنوات. يشكل شاطئ صيادين بالعاصمة رافدا اقتصاديا مهما حيث يوفر فرص عمل لأعداد كبيرة من المواطنين عبر مختلف المراحل التي تمر بها الأسماك بدءا بالصيد وانتهاء بالتسويق. ملف النشرة لهذه الليلة يسلط الضوء على واقع العمل في هذا الشاطئ. كم هو جميل أن تعيش طواعية بمحاذاة الشاطئ الأطلسي، وكم هو أجمل أن يكون إحساسك دائما أنك في بلد يصنف عالميا من أغنى البلدان من حيث الثروة السمكية. شاطئ الصيادين المحاذي للعاصمة تحول في الفترة الأخيرة إلى قطب تنموي وسوق جمعوي يفد إليه كل صباح العشرات إن لم أقل المئات من أبناء هذا الوطن الذين يأبون الاعتماد في قوتهم اليومي على عطاء الآخرين ويرفضون بشجاعة الاستسلام للكسل. الشباب هون منهم جاء كامل لا يعيش بالسلام ولا عنده مشكلة، واقتصادنا عايشين بينه بنزاهة ونعدلوا أعمال حرة ولا شايبتها شايبة، ونعيش هو وفي وطننا مسلكنا من المشي الشغل الخارج ولا عندنا مشاكل الحمد لله. ما شاء الله الشغلة جيدة تبارك الله، عملي هون ان شاء الله شهرة الكران وعدل الشمال ذاك تشبهون ويشتروا الحوت ونبيعوه مره، تبارك الله شغله زينه والخير ياسر. هون الناس تشتري الحوت وتبيعه، وهون الناس اللي ترسلها الناس الاخرى تشتري الحوت الزين وتعطيها فضه، وهون الناس اللي تعامل ما خالق شكل المعاملات ما خالق. فعلا عنها منطقه يالته تنمى ويالته يعرف لها الشيء، ما شاء الله زينه عندي الناس متمونكل اللي رافد الحوت واللي رافد كلاص واللي رافد الماء، ناس تتحرك واللي عنده الفضة واللي واقف تحاني هوته مثلا نشاط ما بيشي لا عن الناس عادة ما تحمد النعمة ما هولين تفوتها. نجي هون الساعة 8 مع الصباح والساعة 9 ولا أنت ما نقول البحر هون نسترزق، عندي فوس هون استرزق عليه، ما نجبر الهوقية ما نجبر الهي ما نجبر شيء. المصدر الأساس الذي يعتمد عليه المستثمرون بجميع أشكالهم ومجالاتهم التجارية هو ما يجود به البحر يوميا من أنواع السمك، فصيده من الأعماق مهنة وجلبه إلى الشاطئ تخصص، والمقايضة فيه وتوزيعه عينات وكميات مجال آخر لا يقل شأنا ولا دخلا عن عمل الباعة بالتقسيط أو بالجملة. حركية سوق السمك تشهد كغيرها من أسواق العاصمة انتعاشا من فترة لأخرى وحسب العارفين بأسرار البحر، فموسم الخريف ليس موسم صيد بمفهومه الحقيقي، فالسمك المستهلك محليا يهاجر أيام الحر كما هو الحال لمعظم سكان العاصمة.
الحوت ساعته ياسر يعود هوين وساعته قليل يعود واعر. هاي سيق الحوت دارك في السيق هذه واعر به القليل زايما مالي زمن الخريف يعود الحوت قليل. هاي كربي دارك ما يوصل كيل 2500 بيك دارك ما يوصل 2500 بيك هو دارك ما يوصل تمشي له 1200 هاك دارك عاد 2500. هاي شوف هاي كيلو شوف كيل 2500 شوف كبير 2500 هاي قال له كبار دراد كيل 1000 وقي والله 900 وقي جيب عرفات مره نجوم على الصباح ومره نجوم دحمس ما شاء الله ونبيعوا البيع الزين الحمد لله ومجتهدين في الليل عدرو نبيعوا كربيل ونبيعوا كبار ونبيعوا نقط ونبيعوا مولين هات شوف ونبيعوا ذا كامل الحمد لله سواء الحوت كاملين عينا نبيعوا 200000 عينا نبيعوا 300000 عينا نبيعوا قاع ما جينا من الاوقات ما نبيعوا قاش. وهناك اسباب جعلت الحوت ما هو مجبور منها التحوات البلبل حاليا مفتوح من سابق رمضان الى الان مازال ماشي اكثر نتيجه من حوت القشبه اللي بلبل كيلو لاحق 2000 2200 ومتيسر ما هو كي حوت القشبه بخلاف حوت القشبه ما هو متيسر فهمت. وهناك وسبب وعرو به اللي القارب يختار يمشي يقيس بلبل لا يجبر منه زقيبه لا زقيبتين الى ياخذوا 150 والله 200 الف بخلاف حوت القشبه تفوت نهارين ثلاثة أربعة لابد راكم تلوذوا نهارين أربعة ثلاثة لماذا؟ باللي ما موجود. الاتحادية الوطنية للصيادين لا ترى في المسألة جديدا سوى أن الثروة السمكية وافرة منها ما يصدر إلى الخارج بأسعار باهظة ومنها ما يوزع في أسواقنا المحلية بأسعار في المتناول أحيانا ومجانا أحيانا أخرى. الحوت موجود يا غير في البحار وذا منه اللي مخزن في الزينات ما هو هو الأصل تشتري الناس به اللي يوعر من سوق الناس والحوت اليومي اللي يجي اللي ما فات عادوا عليه الصواير كثيرة وهو اللي قاعد يقبلوا السوق اللي نورك خمسة أيام أربعة أيام خالق رياح القبلة ومنين تخلق رياح القبلة يهيج البحر ومنين يهيج البحر وعود الميناء ما هو خالق يعود الدخول على الصيادين صعيب وفيه الخطر ونقول لهم لا يدخلوا البحر. اللي ينباع في السوق المحلي الحوت كيف انه نحط لما فاتوا تعلقوا به صواير البرد ولا الحمل ولا شيء ها؟ وحرصا من الجهات المعنية على تنظيم هذا السوق والضبط العمل فيه برزت مؤخرا تكتلات جماعية تقول إنها تعمل في إطار القانون على دعم سياسة الدولة الرامية إلى الحفاظ على مخزون البلد من الثروة السمكية مع استفادة المواطنين منها. هاي الاتحادية اتحادية انشئت من أجل هذه الجماعة اللي عايشة على حاجة البحر من قالها السماكين الموريتانيين هي الجماعة اللي تعالج مادة السمك ما بين الصياد والمستهلك هذه هي اللي مهنتها المقتصرة. ثم نبثقوا منها جهات أخرى فيها المصدرين وفيها اللي الناس اللي تعالج الأسماك داخل الوطن في كيف توصلوا له في كل بلاد. احنا حركتنا الاقتصادية ما عشت هذا اللي هون منتسب من السماكين الموريتانيين ما عنده أي مشكلة لا مادية ولا معنوية مرتفع عن معنوياتها كاملة وتشتغل كاملة وميدانية كاملة. اللي عندها من المشاكل هو تفعيل بطاقة السماك هذا هو اللي عندنا من المشاكل ما عندنا أي مشكلة أخرى. الفكرة موجودة والإرادة موجودة والعزيمة موجودة وكل شيء موجود والفضة موجودة ما فهم مشكلة مولي معناه إن موجود شنو ما هو موجود هو تفعيل بطاقة السماك هذا هو ما هو موجود ميدانية مطالبين به. لم يكن الحديث عن سوق عصري يتسم بهذه المواصفات البادية للعيان مسألة نقاش قبل سنوات قليلة فثقافة النزول إلى البحر والاستفادة من خيراته كانت شبه معدومة حسب قدامى السماكين الذين يتحدثون اليوم بشيء من الأريحية عن واقع جميل يخبئ لمستقبل ما هو أجمل. هذا البحر ترى فيه ما كان عنده قانون وكان عملية فوضى والقوارب يجوا يحوتوا فيه كيف يبقوا يمشوا ذاك سمعته والحوت ما عنده ما مجبور قيمته ولا مجبور لشيء مواطنين ما هم جابرين ذلك عاد ما شاء الله السوق موجود الشرايك موجودين وعاد التصدير وقطعنا بطاقة عند الوزارة اللي نطالبنا بهاي المهنة قالت لنا قطعوا بطاقة ودخلوا المال نعود وحنا نساعدكم وعدلنا هيك البطاقة أضعف اللي فينا قاطعها ب 36 ألف
وبدأنا فيها للورك 7 سنوات وحنا نفرش في الفضة، وحتى قبلنا فرضنا للشرائك لأن قطعوا 250 وللنقل الداخلي المنتسبين فينا قطعوا 150. أنا هنا تجاه مهنتي السماك الموريتاني، وجيت هنا تجاه من 89 وعدت نشتري الحوت ونبيع بطاقة السماك الموريتاني قطعتها ب 36,000 ولفت عدت ردة لوقية واحدة من الوظيفة. لها كانت تجاه 7 سنوات والله ما قاطعينها ومهنتنا جبرنا من السبه. وتشجيعا للاستثمار المحلي في مجال الصيد التقليدي على هذا الشاطئ خاصة، بدأت بعض المؤسسات العمومية والخصوصية تقريب خدماتها من الصيادين مع تسهيل ولوجهم إليها ضمانا للاستفادة المشتركة بين هذه المؤسسات والزبناء. الصيادين هون دائما يجيوا يدخروا، وفي المقابل هم اللي نعطوهم قروض بسيطة ومتوسطة مالية. وتوف وقدم لهم خدمات مثلا بالنسبه له، لو تحد منهم بعيد عليه الدشره ويعود مثلا قدم منهم ذيك الخدمه لان يعود زمنه متعش، يعود حركه السوق تعود زينه، ومن يعود هم اللي زمن البحر قافل يعود هم اللي ذاك ياثر شوي على حركة الزبناء. وبحرية تامة تترجم معنى الليبرالية في السوق، تطل مريم من نافذة حانوتها المتواضع على هذا الشاطئ مقدمة لرجال البحر كل ما يحتاجونه من ضروريات أو من شاي موريتاني صنع في كؤوس صديقة للبيئة. حواته فركرياني والله، نبيع بسكيتات، نبيع دلويل، نبيع مار، نبيع اللي قديت كامل نبيعه. لا يحتاج شاطئ الصيادين ليكون قادرا على المنافسة إلا إلى المزيد من الاهتمام من طرف الدولة أو إلى لفتة من المستثمرين تدعم السياحة المحلية على الشاطئ الأطلسي. بهذا الملف نأتي إلى ختام هذه النشرة التي قدمت لكم من الموريتانية، إلى التذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بلدية دار النعيم تحتضن انطلاقة المرحلة الثانية من الفضاءات الثقافية المفتوحة للموسم الحالي. القوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية تواصل تقدمها في سرت لانتزاع مزيد من أحياء المدينة من قبضة تنظيم داعش. وفي ملف نشرة لهذه الليلة تابعتم شاطئ الصيادين، سوق مفتوح وذروة تتجدد. ختاما تحية مني ومن باقي فريق العمل، إلى اللقاء بإذن الله.